مساء الخير على حضرتك يا فندم. في استجابه من الوزاره ل يعني طلبات المصريين بالخارج فيما يخص التيسيرات الخاصه بادخال سياراتهم الى مصر، واحنا كنا بنعمل الموضوع ده يعني دعم للاقتصاد المصري وايضا استجابه لطلبات المصريين بالخارج. بالفعل بالفعل استاذ هدير والاستاذ المشاهدين جميعا، اولا كل سنه وحضراتكم طيبين وحضرتك بخير. العام الميلادي الجديد ان شاء الله يكون باليمن والخير للمصريين جميعا ان شاء الله. استجابة طبعا من وزارة المالية ومصلحة الجمارك في إطار التفاعل اللي بيتم مع كافة المواطنين والمتعاملين مع المصلحة، تم الاستجابة لكافة الطلبات التي تم التقدم بها واللي كان التساؤلات بتدور حواليها خلال الفترة الأخيرة والمتعلقة بتيسير عمليات الاستيراد للسيارات الخاصة بالاستخدام الشخصي. فزي ما حضرتك أوضحت فعلا تم إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده وهو مرتبط بالضرائب والرسوم واللي كان بيشترط ايداعه قبل التحويل بثلاث شهور، تم الغاء هذا الشرط باعتبار ان احنا بنخفف الاعباء الملقاه على اخواتنا واهالينا من المواطنين المقيمين من المصريين في الخارج، بالاضافه الى الغاء شرط التصديق على مستندات الاقامه وكشف الحساب زي ما حضرتك اوضحتي الحساب البنكي وشهادات بيانات السيارات. بالاضافه لكده وده بقى الجزء المهم اللي يمكن كتير من اخواننا واهالينا كانوا بيسالوا دايما عليه، ليه احنا كنا بنشتغل على بعض الفئات من السيارات دون فئات اخرى؟ تم التوسع في فئات السيارات المسموح باستيرادها لتشمل اصناف متعدده ومتنوعه تغطي كافه احتياجات اخواننا واهلينا من المصريين المقيمين في الخارج، ليس لفئه محدده ولكن بتشمل يعني تنوع كبير جدا في انواع وكماليات السيارات اللي ممكن يتم استيرادها، بحيث ان احنا نوسع قاعده المستفيدين الى اكبر حد ممكن. بالاضافه عظيم. كمان ودي جزئيه مهمه جدا احاول ان انا انتهز الفرصه من خلال برنامج حضراتكم، وابشر برضو الساده المشاهدين ان احنا الساده رئيس مصلحه الجمارك بينا انا توجيهات مع الوزير كان في احنا بنتكلم على استيراد من الخارج. انا لا احنا بنتكلم كمان على امكانيه ان احنا ممكن نسمح ب ان احنا نستورد هذه السيارات من المناطق الحره الموجوده داخل الاراضي المصريه او داخل جمهوريه مصر العربيه والمعتمده كمناطق حره، لان جمركيا واستيراديا احنا بنتعامل مع المناطق الحره كان الاستيراد منها كانه استيرادا من الخارج.